عصام دردوري كتب عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج، معناها الحادثة هذه اللي كان دولها موقع نواة واللي تتعلق يعني اتهام صريح لعصام دردوري بالاعتداء على أحد الشباب اللي هو سي زكريا بوقرة، على خلفية الأحداث اللي كان شدها مطار تونس قرطاج يوم 11/11/2011. بالنسبة للحدث هذا هو قيام أو إقدام مجموعة من العناصر جماهير الوداد المغربي بالتهجم على المنشأة الحية اللي هي مطار تونس قرطاج، والإقدام معناها على التهشيم وكذلك الاعتداء على عون معناها عون أمن وكذلك عون التنظيف وأحد الموظفين التابعين لشركة الخطوط التونسية. يبدو أنه السي زكريا كان متواجد في الوقت ذاك وقام بالتصوير، معناها في إطار محاولة التصدي معناها الحادث الاعتداء هذه قام عون الأمن بالتدخل وإيقاف الجميع من كانوا في تلك الموقع آنذاك بما فيهم معناها زكريا بوقرة. تم اقتيادهم المقر فرقة الشرطة العدلية أين تم معناها طلب الإذن من النيابة العمومية اللي أذنت بالفتح بحث في الموضوع، وتم الإبقاء وقتها على ما يقارب 9 أنفار من العناصر المغربية في حالة إيقاف تعهد بهم القضاء التونسي، وتم إطلاق سراح الشاب زكريا بوقرة. نحب نقول اللي هذا كله في إلى تلك اللحظة عصام الدردوري اللي هو الشخصي معناه ما كنتش موجود، بصفتي كنت نمارس في النشاط النقابي من منطلق الخطة النقابية متاعي اللي هي كاتب عام نقابة الأمن متاع المطار، كنت متواجد في الدار لكن تمت مهاتفتي ليلا، وبسبب حكم أنه عوال الأمن ما عندهمش الحق في التصريح لوسائل الإعلام والقانون ما يخولهمش، تحولت على عين المكان للإدلاء بالتصريح معناه للوسائل الإعلام اللي كانت موجودة كما القناة الوطنية نسمة وقناة حنا بعد ومجموعة معناها من الصحف المكتوبة، معناها تحولت وقمت بالمهمة المناطة في عهدتي وصرحت لوسائل الإعلام وشرحت الشيء هذا، ونددنا من منطلق معناها الإيمان أنه مهمتنا هي الحفاظ على الأمن العام وزمان أمن المنشأة الحية اللي هي المطار، نددنا بظاهرة الاعتداء هذه وقلنا أنه المجموعة هذه اللي قامت بالشيء هذا أنه هي ما تمثل الشعب المغربي وإنما فئة معناها لا مسؤولة وفئة قليلة. لكن بعد فيما راني إلا بالسي زكريا بوقرة يوجه اتهام صريح للشخصي ويتهمني معناها كما جاء في التهمة الموجهة لي معناها على طريق القضاء، يتهمني بالاعتداء عليه وحجزه، يقول هو من قبل مجموعة من أعوان الأمن العاملين بمطار تونس قرطاج، في حين أنه الكلام هذا مردود على صاحبه، وأنا اليوم باش معناها لهنا باش نجاوبه بالحجة والدليل والبرهان. هذا معناها محضر التداخل اللي تم تسجيله احنا تعرفوا كعون أمن، بمجرد أنه نسجلوا أي حادثة ولا أي إنسان يجي يشكي ولا حاجة نقوموا بفتح دفتر التداخل ونسجلوا عليه. سي زكريا بوقرة تم إطلاق سراحه معناها 58 دقيقة، وبعد ما تم تدوين العبارات التالية معناها شنو اللي خلانا الموجب اللي خلى عون الأمن ياخذوه للمقر الفرقة، وكذلك ملاحظة من لوطة تم إخلاء سبيله بحضور الأستاذة نجاة اليعقوبي مقابل إمضائها، معناها الأستاذة المحامية أمضت لهنا كما أمضى سي زكريا بوقرة. معناها هنا سؤال كبير يطرح، لو كان السيد هذا الكلام اللي يحكي فيه صحيح معناه وقع الاعتداء عليه بالعنف أو شيء من هذا القبيل، هل يعقل أنه محامية ترافقه ورفقة والدته زاد كذلك ويتم الإمضاء على محضر تداخل باش السيد هذا يروح وقت اللي هو لو كان ينجم يكون عنده الحق، معناه يصور ماهيش جريمة كبرى. حاجة أخرى كذلك، لو كان الكلام اللي يحكي فيه زكريا صحيح ما تجيش السفارة المغربية توجه بعد الحادثة هذه توجه رسالة شكر وامتنان إلى أعوان الأمن العاملين بالمطار، والأعداد متاعها 17/52/11 بتاريخ 23/11/2011. معناها سي زكريا لهنا راو الكلام متاعه مردود عليه، وكما قلت كذلك فما أطوار أخرى صارت. معناها السيدة ذي ما توقفش على معناها محاولة التشهير بشخصي وتلفيق التهمة الواهية هذه ليا، قام معناها باعتراض سبيلي أثناء قيام نقابة الأمن باعتصام في القصبة، وقتها معناها قمت توجهت المركز ببنات ورفعت قضية يوم 1/2/2012 تحت محضر أعداد 164 مركز الأمن ببنات، لكن بعد قمت بتنازل في القضية هذه وتنزلت على حقي في تتبع سي زكريا بوقرة، لأنه بكل بساطة جات أمه وجابوه مجموعة من
رفقائه. كذلك دخلت منظمة حرية وإنصاف في شخص رئيستها إيمان الطريقي والأستاذ الحقوقي سامي الطريقي. لكن بعد زادت جدت معناها جدد حملة التشويه هذه المغرضة اللي تستهدفني، وذلك علاش قمت برفع قضية للوكيل الجمهورية. والموضوع هذا معناها متعهدة به الجهات القضائية المعنية، وأنا إلى حد هذه الساعة نقول راو الإنسان هذا ما تربطنيش به حتى صيلة، وما الحادثة هي مجرد تهم كيدية واهية، الله أعلم شنو الأسباب نتاعها. لكن كل إنسان كان عنده حق معناها في الله فيما يخوه، وإحنا ماناش بمنأى على التتبع. واللي نحب نقوله اليوم عصام الدردوري بعد إيقافه عن العمل 6 شهور جراء فتح ملف الفساد، ونقلتي من إدارة الأمن لإدارة الصحة جراء مطالبتي بتحييد الأمن على العمل السياسي، وكذلك إيقافي عن العمل بتهمة واهية اللي هي الدعوة للعصيان وتعطيل مرفق عام لمدة 6 أيام ببوشوشة. ما نتصورش كان جاء إنسان إمبليكي في موضوع بالدرجة هذه الإدارة باش تغض علي النظر. ونحب زاد نشير أنه في حد ذاتها الحادثة هذه محل بحث من قبل التفقدية العامة للأمن الوطني اللي عايتت للأطراف المتواجدة كل الأمنيين، وحلت بحث باستثناء إنسان وحيد ما كانش موضوع بحث، لأني بكل بساطة ما كنتش نخدم وقتها اللي هو عصام الدردوري.